هل ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن صحابته فيما يكتب على الورق من بعض الايات بالزعفران وغسلها وشربها؟ لا اعرف شيء ورد عن الصحابة او عن الرسول في هذا، لكن الأئمة كالإمام أحمد ورخصوا في هذا لأنه يدخل في الرقية، يدخل في الرقية بالقرآن، فإذا كتب وأذيب بالماء وشرب هذا يعتبرونه من الرقية، لا بأس به. نعم.